بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنطقة فوق صفيح ساخن، لماذا ترفض اليونان اليد الممدودة إليها من تركيا؟ للإجابة عن هذا السؤال، لمعرفة إلى أين تتجه الأمور بين تركيا واليونان، كونوا معنا حتى النهاية. عاد التوتر من جديد على العلاقات التركية اليونانية مؤخرا في ظل سياسة ذات وجهين ينتهج رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ضد تركيا، فهو يحاول أن يفرض المطالب اليونانية المتطرفة على أنقرة بسياسة الأمر الواقع في بحر إيجا وشرق البحر الأبيض المتوسط. وعلى سبيل المثال، قام الجيش اليوناني قبل أيام بإقفال رادارات المقاتلات التركية المشاركة في مهمة لحلف شمال الأطلسي الناتو، واستمر كذلك في تسليح جزيرتي ميدلي وسيسام بعربات مدرعة أمريكية في انتهاك للقانون الدولي من جهة، ومن جهة أخرى يتحدث ميتسوتاكيس عن فكرة المصالحة كما قال في خطابه خلال اجتماع الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحرص هناك على استخدام خطاب مفاده أن اليونان لا تشكل تهديدا لتركيا وهي ليست عدوا بل جارة. وبهذه الطريقة النفاقية يحاول أن ينتهج سياسة تضايق وتستفز الجارة تركيا، وأن يظهر الأخيرة بأنها عدوانية عبر تقديم شكوى ضدها لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هناك جشع كبير وسوء تقدير يكمنان وراء هذا المسعى الشيطاني. من الواضح أن السبب الأساسي وراء انزعاج اليونان في السنوات الأخيرة هو ارتقاء قوة تركيا إلى مستوى أعلى في الساحة الدولية، كما أن توسع وجود تركيا العسكري من سوريا والعراق وليبيا إلى كاراباغ في الفترة الماضية، فضلا عن مسيراتها التي أحدثت أثرا بالغا في القوات الروسية في أوكرانيا، وبروز قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جهود الوساطة خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، يعدان من التطورات اللافتة للانتباه في العالم. تعتبر اليونان تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدعم الذي تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي بمثابة فرصة لمضايقة الجانب التركي، وتدعم واشنطن أيضا سياسة حكومة ميتسوتاكيس لتحقيق التوازن بين نفوذ تركيا في المنطقة وترسيخ نفسها بقوة أكبر في غرب البلقان وجنوب شرق أوروبا. من الضروري في هذا الصدد التطرق إلى التاريخ اليوناني، فعندما يتم ذكر تاريخ بحر إيجا والتاريخ اليوناني عادة ما يتبادر إلى الذهن تاريخ أجداد اليونانيين الموجودين حاليا، وأول دراسة أجريت لمعرفة حقيقة هذا التاريخ من قبل المؤرخ المعروف في بدايات القرن العشرين جاكوب فيليب فالمير، عندما نشر فالمير دراسته ضمن كتاب عام 1930، تبين أن العرق اليوناني في أوروبا قد انتهى مع الهجرات السلافية في القرن الثامن، لأن الغزوات التي جرت إبان انهيار الإمبراطورية الرومانية تسببت في حدوث تغيير عرقي كبير، وكان الغزاة الأوائل قبائل جرمانية مثل القوط والوندال تلاهم الهون والأكار، وفي القرن الثامن هاجر السلاف إلى اليونان واستولوا على هذا البلد وكان لهم دور مؤثر في إفساد العرق اليوناني. لم ينتهي التغيير في التركيبة السكانية لليونان بغزو السلاف، فقد تعرض هذا البلد للغزو من قبل الفرنجة في القرن الثاني عشر والألبان في القرن الرابع عشر، وجاء الأتراك في القرن الخامس عشر وأصبحوا سادة اليونان، وهكذا تعرفت اليونان على الثقافة التركية الإسلامية. وكما يتضح من كل ما ذكرناه، من الصعب التفكير في أن اليونانيين الحاليين هم اليونانيون القدماء أنفسهم من حيث العرق والثقافة، وعلى الرغم من عدم بقاء روابط أخرى بينهما باستثناء الأحرف الأبجدية واللغة التي يتحدثون بها، فإن اليونان الموجودة في الوقت الراهن هي أرض اليونانيين القدماء، ومثلما كان القدماء يطلق اليونانيون في يومنا على أنفسهم اسم إيلين وأصلها هيلين، والبلد الذي يعيشون فيه أي اليونان
حافظ على اسمه منذ فترة اليونان القديمة، وهي هيلاس أو إيلاس في شكله المعاصر. لكن المكان الذي وضعت فيه أسس الحضارة اليونانية القديمة ليس في أراضي اليونان الحالية، بل في المدن الأيونية التي أنشئت في المناطق التركية المطلة على بحر إيجا حاليا. وعلى سبيل المثال عاش هيموروس مؤلف الملاحم الإليادية والأودوسية التي تعتبر أولى المؤلفات التذكارية للأدب الغربي في مدينة إزمير التركية، وكانت تعرف سابقا باسم سيميرنا، كما عاش هيدروت الذي يعتبر أول مؤرخ بالعالم في مدينة بودروم التركية. خلاصة الكلام، من الواضح جدا أن الدول الغربية تحرض اليونان التي يبلغ عدد سكانها الحاليين 10 ملايين ضد تركيا. ومن المعلوم أن الدول الغربية وقفت دائما إلى جانب اليونان في مواجهة تركيا لأسباب ثقافية ودينية. ويعيش في الأراضي اليونانية حاليا أكثر من 150 ألف تركي، ولم يكن الرأي العام التركي يرى في اليونان خطرا كبيرا حتى وقت قريب، رغم الانطباع الذي تشكل بحقها في حرب الاستقلال التي أطلقتها عام 1920. لكن في المقابل كانت تركيا ولا تزال في قلب هواجس ومخاوف السياسة اليونانية منذ سنوات طويلة. ويعلم الشارع التركي جيدا بأن بعض الدول الغربية تقف وراء رفض رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكس لليد التي يمدها لهم الرئيس أردوغان. أما الهدف المزعوم لتلك الدول فهو التأثير على الانتخابات التركية المزمع إجراؤها عام 2023. تابعنا معكم الإجابة عن هذا السؤال المهم: لماذا ترفض اليونان اليد الممدودة إليها من تركيا؟ حيث شاهدنا مرارا وتكرارا الرئيس أردوغان والساسة الأتراك يمدون أيديهم، بل إن الرئيس أردوغان كان من الرؤساء القلائل منذ عشرات السنين الذي يزور اليونان، بينما نجد اليونان تتعامل بوجهين، ونرى رئيس الوزراء الحالي تحديدا ميتسوتاكس يتعامل بنفاق منقطع النظير. فبينما يعلن في الظاهر بأنه يمد يده إلى السلام، يقوم بتسليح الجزر وعقد الاتفاقيات العسكرية التي يواجه بها تركيا، ويتحدث أيضا في بعض المنتديات منتقدا للجانب التركي. إذن المعضلة اليونانية تعود إلى السطح من جديد. ولكن المفاجأة التي وصلنا إليها أن اليونان الحالي لا يحمل من الحقيقة إلا اسمه فقط، وأما اليونانيون الأصليون فقد اندثروا وانتهوا من زمان، ولا علاقة لليونان الحالية كجغرافيا باليونانيين القدماء كما تابعنا معكم حسب المؤرخين اليونانيين أنفسهم. إذن متابعين الأعزاء، الأمور تتدحرج نحو منازلة جديدة، مواجهة جديدة، ربما حرب تكون في بحر إيجا والبحر المتوسط، سيكون طرفاها من جهة تركيا ومن جهة أخرى لا نقول اليونان بل نقول أمريكا وأوروبا والدول الصليبية التي تريد أن تسقط تركيا وأن تزيح الرئيس رجب طيب أردوغان. في الختام متابعينا الأعزاء، لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.